تعاكم ابتسامة ابتسامة. عاش المغرب هادي تيعيطو لها واحد السمية، هادي تيعيطو لها المش، السمية ديالها الفري المش، عندك تاخد المش. هادي حرت هادي ما فيها لا شوك لا والو، زوينة ماكلة عجيبة فيها تبارك الله. اسمينا مزيانة هذا الروجي، هذا راسكاس يعيطوا له روجي راسكاس، 30 درهم تاهو زواون، وهادي ميرنا ب 60 درهم، انت كتشوف تراو داك الشيء زواون. بالنسبة لاسمينا مزيانة الحمد لله، هذا اللويزي اللي غالي شي شوية كيدير 60 درهم، هذا مزيان مزيان، الجو مزيان بخير، شوية التجارة دابا بدات شوية كتروج شوية القضية، أما كانت في الأول كانت شوية عيانة القضية. وراه اي واحد كيتشكى من هذا الشيء هذا ديال التجاره وهاد الحوت دابا بالنسبه لرمضان، بالنسبه لهذا رمضان هذا كان الحوت رخيص شويه، مزيان مزيان الحوت، الازمنه مزيانه، ماشي بحال ماشي العام اللي داز. بالنسبه لهذا العام هذا راه نقصت تقريبا 20 درهم في الكيلو ديال، بالنسبه للحوت اللي كيكون طالع بزاف نقصت 20 درهم. الكروفيت كان كيدير 130 درهم، دابا كيدير 90 درهم 80. حوت مخير، ثمن مناسب، كل شيء مزيان هذا العام هذا، ويحيى المالك، وكل شيء مزيان، كل شيء ماشي مخير، كل شيء موجود، لا حوت لا هذه لا فلوت المادة شوية كذا، هذا كل شيء ماشي مزيان الحمد لله. ثمن الحوت من 500 ل 600 للميرنا 900 ألف، وكو هي ماشية سردين 1500 الفرنك، لا ما كاين لا غلا لا والو، خير موجود ولله الحمد، الله ينصر سيدنا، كل شيء موجود بالخضرة بالمسائل. أثمنة دابا يعني شي شوية زايدة، نامي بحال هاد النهار مثلا ان الشطون كان شويه مرتفع، لي زونشوا كانوا مرتفعين كيديروا 25 درهم، واش فهمتيني؟ يعني بكل صراحه، والمواطن الحمد لله القدره الشرائيه ما بين 70% 65%، ولكن هاد المسائل هذه انا ما كنحملوهاش، لا هناك جهات مسؤوله اخرى اللي كتحمل المسؤوليه. السردين 20 درهم، الميرنا هاد النهار تقريبا دايره بين 60 درهم 70 درهم على حسب لاكاليتي ديالها، لان هناك ديال الجنوب وهناك ديال الشمال، يعني الطريق الشرن مثلا 18 درهم 20 درهم، هادو لي بواجو 30 درهم مثلا، واش فهمتي؟ هادو البواجو 30 درهم. بالنسبه لهذا القرب اللي مثلا هو ديال المنطقه ديال العرايش، هاد لي كوربينا والمسيح، يعني هو كيدير 70 درهم، يعني بارابور اجوردوي لي موان شير. الور لي كروفيت مثلا اللي هما منقين كيديروا مثلا 160 درهم 150 درهم، يعني بمعنى 75 درهم للكيلو، لان ان كيلو ان كيلو بالقشور صادون ان دومي كيلو. بارابور لهاد الباسامار او لو كالامار ولا كيما ديال البحار كيدير 60 درهم 50 درهم، هاد لي روجي هادو كيديروا 40 درهم. جميل جدا. الحرتوكه كي قلنا هذه الحرتوكه اللي هي مثلا نوع من القرش العشبي اللي هي كدير 25 درهم، يعني زايده هاد النهار واحد 5 درهم وكذا الى اخره. بالنسبه لاسمنه الحوت في رمضان معروفه انها كتكون شويه مرتفعه، واني اليوم كنشوفوا بان الحمد لله الخير موجود، والحمد لله ان كل شيء في المتناول على حسب الاستطاعه ديال كل واحد، كاين السردين كاين على حسب الانواع، كل حاجه والثمن ديالها. الا بغيتي شي حاجه ديال الميرنا مسائل راه كيكون عارف معروف الثمن ديالها. والسردين داك الشيء في المتناول ديال الدراويش، غير الا ان كنشوفوا السردين هاد النهار شويه قاصح على حساب، كاين ما كيصرا واحد الاسمنه ما بين 300 و 400 على حساب الجوده. شطون شحال داك؟ شطون 25 درهم. عرفتي؟ شوف شوف، عمل لي شطون.